الأهلي يقترب من الحصول على التاسعة الإفريقية بفوز مستحق على الترجي التونسي بثلاث أهداف لهدف. الأهلي لأول مرة على برج العرب يهزم الترجي بهدف بثلاث أهداف ومش بهدفين ولا بهدف، يهزم الترجي للمرة الأولى على استاد برج العرب والمرة الرابعة داخل مصر بعد فوزين في استاد القاهرة وفوز في السويس وفوز كمان على برج العرب. الأهلي يقترب بشدة من التاسعة الإفريقية الأميرة الإفريقية لأول مرة من حوالي 20 سنة أو 25 سنة يتم احتساب ثلاث ضربات جزاء في مباراة نهائية جمعت ما بين الأهلي والترجي في النهائيات بشكل عام. المباراة الأولى انتهت على خير، لكن يبقى المباراة الأهم والمنتظرة والختامية ما بين الأهلي والترجي. الترجي يخسر من الأهلي 1-3 ويخسر فرانك كوم ويخسر شمس الدين زوادي في لقاء العودة. الفار بينتصر للأهلي بعد سلسلة من القرارات وسلسلة من الجدل والشد والجذب تحكيميا، لكن الفار يحكم أو يحسم الموقف. جمال الشريف لك منا كل التحية والتقدير، لكن عزيزي جمال الشريف خليك في موضوعك وخليك في تحكيمك. اللي ما حكمش أو اللي ما حسبش كورة وليد أزارو في نهائي دوري أبطال إفريقيا السنة اللي فاتت بسهولة جدا جدا يقول على كورة حكمها الفار وحكمها ثلاثة من السنغال وواحد من جامبيا وواحد كمان من الجزائر أو اثنين من الجزائر وحكم من الجابون الحكم الرابع، لكن جمال الشريف له رأي آخر دائما وأبدا مع النادي الأهلي. احسب اللي انت عايزه وما تحسبش اللي انت عايزه محليا إفريقيا. على العموم المباراة انتهت وتبقى 90 دقيقة هي الأهم في المشوار الإفريقي موسم 2018. مبروك كابتن.